مساء الخير لكل اخوتنا اللي عم بتابعونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك، صفحة بايبل انجيجمنت اكاديمي التابعة لجمعية الكتاب المقدس، وصفحة الرابطة الكتابية في الشرق الاوسط، وصفحة سانكتا ماريا نتورك. كل عم يسمعونا على 99.3 اف ام راديو سانكتا ماريا، وكل اللي عم يحضرونا من خلال الابليكيشن. حلقة من حلقات الاخيرة لبرنامجنا شخصيات الكتاب المقدس، اللي فيه عم نتعرف على شخصيات هالكتاب اللي عم تشبهنا مثل ما بنشوف اللي نحن بنشبهها ونتعرف على حالنا فيها. واليوم حلقة فريدة من نوعها، لأنه اليوم رح نكون عم نعالج موضوع يعني بيحمل عدة شخصيات مثل ما رح نشوف، خاصة أنه كمان هالحلقة مميزة بضيفنا المميز اللي مش نحن بنرحب فيه، هو بيرحب فينا، سيدنا أنطوان عوكر، عضو الرابطة الكتابية في الشرق الأوسط وأمين صندوق جمعية الكتاب المقدس. فنحن ضيوفك سيدنا، أنت اللي بترحب فينا، مشكور من القلب، مشكور مثل دايما على الإضافة اللي بتعطينا إياها وعلى التعليم الرائع والمشوق اللي دايما المشاهدين بينطروا منك، وأنا أولهم. مساء الخير سيدنا. مساء النور، وميرسي ميرسي جو على الاطراء الحلو، الله يخليك. هذا قال شيء سيدنا، هالحقيقة هالحقيقة سيدنا. سيدنا، الموضوع لأنه هيك منفوت دغري بصلب الموضوع، نحن عم نحكي عن الأعمى في العهد الجديد، هيدا الموضوع. وأكيد الأعمى اليوم مثل ما رح يشوفوا المشاهدين في عدة آيات شفاء لعميان بتصير، ولكن حضرتك يعني رح تكون عم تتأمل وعم تشرح لنا بالتركيز على للي بحب يتابع معنا بين إنجيل يوحنا الفصل التاسع وفيما بعد من إنجيل لوقا الفصل 18. هول هن النصين للي بحب يتابع رح يكون عم نحكي عنهم. ولكن سيدنا، بالأول ما فينا نفوت على موضوع الشفاء العميان قبل ما نحكي عن الشفاء بحد ذاته، يعني بشكل عام. سؤال، ليش كان يسوع يشفي؟ لأنه في كتير بيفكروا أنه يسوع إجا ليعمل عجائب، واليوم علاقتنا إلى حد ما هيك بالإيمان الشعبي الحلو والبسيط أنه دايماً علاقة مربوطة بالشفاء والأعمال العجائبية. بالكتاب المقدس شو يعني شفاء أو آية، وليش يسوع كان يشفي هيك بشكل عام؟ مساء الخير. مدخل الموضوع حلو، لأنه صحيح أنه الشخصية هي شخصية العمى والأعمى وشفاءات الأعمى بتعدد الروايات اللي عنا إياها بالعهد الجديد بالأناجيل، خاصة هو موضوع هالشخصية يلي بنتأمل فيها، بس جذورها مرتبطة بالشفاءات. الشفاءات هي جزء من عجائب، والعجائب هي جزء من خوارق. هودي كلمات يستعملوا بالكتاب المقدس، استعملت بعض الخوارق بالعهد القديم مع موسى وقت الله أرسله لحتى يخلص شعبه من عبودية مصر. قال له موسى لله، قال له إذا سألني الشعب وقال لي مين أرسلك؟ أعطاه تيقوم بعجائب بخوارق، يكب العصا تصير حية أو يحط إيده بعبه يرجع يشيلها تطلع برصة، لحتى يقلن للشعب انه يلي انا عم بقوله بالكلام عم اكد لكم اياه بالاعمال. فاذا منطق الاعمال الخارقه مثل ضربات مصر العشر لحتى الله يثبت كلمته ويظهر شعبه من مصر، هودي الخوارق هن لحتى ياكدوا انه القول يلي قاله موسى صحيح، عطاه الله أنه يقوم بعجائب. وهيدا المنطق يلي أول منطق منفوت فيه على الكتاب المقدس بعجائب يسوع، أنه جزء من مفهوم العجائب هو أنه يسوع كان مقتدر بالقول والعمل. فإذا وإنجيل متى واضح بهالأمور، وقت اللي بيقول أنا قلت لكم سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، يطرح سؤال مينك أنت، سوري على التعبير، لحتى تغير أو تكمل شريعة موسى. بيجي متى طيحط من بعد عظة الجبل بالفصول 5-7 بالفصلين 8-9 معجزات متعددة، بخبر عن 10 معجزات
تيقول انه يلي قاله يسوع بالقول كان مثبت بالفعل، ويلي بيعرفوا شفاء المخلع يسوع بيقول له مغفوره لك خطاياك، بيقولوا له كيف بيغفر الخطايا ومين بيغفر الخطايا وانت عم تجدف والله ما استجابك، قال لهم اذا عملت خارقه عجيبه قدامكم ساعتها بتاكدوا انه يلي قال مغفوره لك خطاياك هو ذاته قال قم فاحمل سريرك وامشي، واذا الله استجابه بهالخارقه يعني استجابه بالخطه الاولى. فاذا هيدي فكره اولى عن هالابعاد هيك. ثاني فكره سريعا لحتى ما نطول يكون عندنا وقت، بناخذها من متى الفصل 11 بمطلعه بخبرنا انه يوحنا المعمدان من السجن يرسل تلميذين الى يسوع وبيسالوه أأنت الآتي ام ننتظر اخر. يمكن نستغرب على شخصية يوحنا أنه كان عم بيقول هذا حمل الله، عم بيقول يأتي بعدي من هو أقوى مني، نستغرب أنه بخاتمة حياته بالسجن بعده عم بيشوف إذا أنت الآتي أم ننتظر آخر. ليه؟ لأنه كان منتظر مسيح يحمل الفأس المنجل على أصول الشجر، يحمل المزرة بيده، بيحرق التبن والقمح، عم بيقول له أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ راح شو عطى يسوع علامات؟ قال له العمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون والبرص يطهرون إلى ما هنالك. فإذا عطى علامات مسيحانية، فإذا العجائب هدفها الثاني غير تثبيت أقوال يسوع بأعمال، الهدف الثاني انه عجائب يسوع هي علامه انه الزمن المسيحاني وصل وهو الاتي ولا مجال لانتظار اخر. نعم هيدا الزاويه الثانيه. نعم الزاويه الثالثه لحتى ما اطول وبنهي عليها وممكن نشوفها بيوحنا 9 هي زاوية بعض الشفاءات، لبل في معظم الشفاءات يلي كان يقوم فيها يسوع كان يقوم فيها يوم سبت، مخالف للشريعة ظاهريا، بينما العمل يلي كان عم بيقوم فيه يتكامل تماما مع فكرة الشريعة، وإذا بدك بنحكي فيها بسياق يوحنا 9 أو إذا بتحب ومعنا وقت بالآخر ممكن نختم فيها لحتى يكون معنا مجال. بس هدفها انه يربطوا يسوع بالخالق، لانه الخالق بست ايام عمل عمله وفي اليوم السابع استراح، اجا يسوع يقول لهم ابي يعمل وانا اعمل، حتى يوم السبت ابي يعمل وانا اعمل، واستغربوا وبيطلع لاهوت يسوع واعمال يسوع بتفرجي كيف انه الله يعمل حتى يوم السبت، لأنه المنطق يختلف ويربط يسوع بالخالق. فإذا الشفاءات يلي بتجي يوم السبت هي لحتى تربط يسوع بالخالق. نعم هيدا نعم. لكن ثلاث أبعاد، أول بعد دعم وتأكيد أنه القول هو صحيح وعم بأكده بالفعل، ثاني بعد هو أنه الزمن المسيحاني وصل، ثالث بعد هو ربط شخص يسوع المسيح بعملية الخلق، لأنه دايما الشفاءات عم تجي باليوم اللي كان مفروض يكون فيه يوم الراحة لله، بينما يسوع عم بيكفي العمل اللي ما بيخلص. رائع صح. رائع سيدنا. طيب هول الثلاثة بموضوع العمى، يعني موضوع الأعمى ككونسبت، يعني كمنطق الأعمى، شو بده يؤكد يسوع؟ يعني أي زمن مسيحاني وصل؟ شو عم يرجع يخلق يسوع؟ وشو عم نأكد هون؟ عم تفتح لي مجال لحتى، لأنه بالإضافة لهودي في بلوقا 4:14 الفصل 4 الآية 14 وما بعد، هيدا الخطبة الشهيرة يلي يسوع بيدخل على مجمع الناصرة وبيقول روح الرب علي لأنه مسحني وأرسلني لشو؟ بحط إنه بده يطلق المأسورين، يطلق المظلومين، بيحكي عن حالات نفسية وحالات روحية، وبوسطهم في جملة بيقول والعميان يبصرون. فإذا فكرة بصر العميان
هي فكرة محورية بفكر يسوع. شو خلفيتها؟ خلفيتها بتجي انتظارات أشعيا النبي وانتظارات كلهم، مش فكرة بس الأعمى يلي مش عم بيشوف يبصر، ولكن فكرة الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. وهي رح نشوفها، وهي رح نشوفها بلوقا 18. رح يشوف إنه من بعد ما شف الأعمى، بيقول آخر النص يعني آخر لوقا 18، ورأى الشعب، كأنه يلي كان أعمى بهيدا النص مش الأعمى، الشعب هو يلي كان أعمى. بيقول ورأى الشعب ما جرى فسبحوا الله، لأنه هدف يسوع مش الشفاء بحد ذاته، هدف يسوع يقول إنه يكتشفوا هويته صحيح، ولكن الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا. فينا نقول إنه هدف يسوع أن يفرجينا أنه هو نور العالم، أنا أكيد. هو نور العالم أكيد. وبيوحنا 9 واضح بيقول لهم سيروا في النور، ما دمت أنا في العالم أنا نور العالم، بيقول لهم إياها، وساعتها بيعمل الشفاء بيوحنا 9. نعم نعم سيدنا، يعني كمقدمة رائعة. خلينا نقول إنه المقدمة حطتنا بالجو لنفوت على النصين. إذا بعد في شيء بتحب تضيفه بالمقدمة قبل ما نفوت بيوحنا 9 ونرجع نفوت بلوقا 18؟ بالمبدأ رح يرجعوا يبينوا معنا، لأنه فكرة ربط يسوع بالخالق ما وضحت، أنا أكيد ما وضحت، وأنا خصوصي ما وضحتها لحتى بقلب يوحنا 9. بدي أرجع أربط شوي مع المخلع بيوحنا 5، مطرح ما بيقول أبي يعمل وأنا أعمل، لحتى أرجع أفتح هالموضوع، وخاصة الشفاءات وشفاء الأعمى بهالبعد هيدا. إذا بتعطيني بعد عم تسألني عن ملاحظة سريعة، إنه فقط بإنجيل متى ما بيعطينا شفاء برواية وحدة شفاء أعمى. إذا بتروحوا بتاخدوا متى 9 وبتاخدوا متى 20 آخر الفصل 20 حتى أريحة، ما بيقول إنه يسوع شفي أعمى، بيقول يسوع شفي أعميين. لافت النظر إنجيل متى بيروي روايتين لشفاء أعمى، وبالروايتين بيذكر إنه الشفاء صار مع أعميين. ليه؟ يطرح السؤال إنه ليش لوقا ما قاله، ليش مرقس ما قاله، وحتى يوحنا على طول متى بالفصل 9 وبالفصل 20 بيذكر أعميين. يلي بيعرفوا خلفية متى دغري بيعرفوا يجاوبوا إنه منطق متى هو منطق يهودي، ولحتى تثبت شهادة شاهدين بدك شاهدين، مشان هيك بحط متى أعميين، إنه انتظار المسيحاني عنا شاهدين بأكدوا، وهالشاهدين أبصروا النور ودخلوا بالمنطق المسيحاني، فهودي شاهدين. فمنطق متى اللي هو مشبع بالتقليد اليهودي يفهم من خلاله ليش بمتى 9 وبمتى 20 في عنا أعميين مش أعمى واحد، حتى بأريحة في أعميين مش أعمى واحد. نعم. أنهيت إذا بدك الملاحظات يلي عم جدا جدا رائعين، يعني بشوقونا لنكفي ونشوف وين بدنا نوصل، لأنه للي عم يشاهدنا بدنا نرجع نخبر هيك بشكل سريع شو عم بيصير بيوحنا 9. يسوع بشوف أعمى من ولادته، وفي نقاش مع تلاميذه إنه ربط الأعمى أو المرض العمي بالخطية، وبيسألوه مين خاطئ هو ولا أهله. إذا بتسمح لي هيك نقسم يعني الأسئلة، أسألك سؤالين قبل الشفاء وسؤالين عن ردات الفعل، وبعطيك مجال قد ما بدك لتعطينا التوضيحات، بس كرمال هيك المشهد يكون قبل وبعد الشفاء. قبل الشفاء انت أسئلتك أسئلة العارف، لأنه بعرف خلفيتك وبعرف قراءتك للكتاب المقدس. هذا سيدنا انا تلميذك يعني، خليك. وهذا شغل اكيد لك فضل كثير كبير عليه بالتحضير كمان لهيدي الحلقه. سيدنا ليش في ربط مع الخطيه؟ ثاني شغله، ما منشوف انه الاعمى له دور، يعني لا بيطلب ولا ما بيتدخل. يسوع بيجي
بيطفل مثل ما بيقلنا النص، وبيقول له يروح يغتسل ببركة سلوام أو بركة الرسول. أول شيء، ليش في ربط مع الخطية، وليش هيك الاعتقاد كان، وليش جواب يسوع كان هيك، وليش الأعمى ما بيتدخل، وشو قصة هالبركة؟ الأسئلة رسموا لي الخط الأول اللي حتى أحكي فيه. الفكرة الأولى هي إنه يوحنا بالفصل 9 عم بيركز إنه الأعمى من ولادته. ليه عم بيركز من ولادته؟ لحتى يقولوا إنه هيدا ما عنده خطية، لأنه بالماضي يلي بيعرفوا سفر أيوب أو يلي بيعرفوا آلام الآلام يلي الله بين مزدوجين بيغضب فيها أو بينتقم فيها أو بيدين فيها، هودي إجا لعند يسوع هالسؤال. هالسؤال مفاده إنه تقاليد العهد القديم وتقاليد الإنسان العادي وخاصة البار، وهيدا من ولادته أعمى إنه ما عامل شيء، يطرح السؤال إنه لا ولد أعمى لليوم. عن السؤال إنه شو ذنبه، نعم. هيدا خلق عنده مرض، شو ذنبه لليوم يعني؟ صح، ورح يخلص الجواب وما رح يتجاوب على هالسؤال. ليه؟ لأنه من هلأ بعطيك الجواب، لأنه يسوع ما بيفكر على المصدر، لأنه المصدر بيبقى بمعرفة الله. هيدي فكرة شجرة معرفة الخير والشر، وشجرة لأنه الإنسان المخلوق يبقى مخلوق، والمعرفة الورائية والمعرفة الجذور ومعرفة الأصول والبدايات تبقى لله. فإذا يسوع ما رح يجاوب لورا، بالآخر الفصل 9 رح يجاوب بالعكس، يعني رح يقول لهم ومن الأول رح تبين إنه هيدا ولد أعمى لحتى تظهر فيه أعمال الله. يعني شو عم بيوجه لهم سؤالهم؟ قال لهم بسؤالكم ما ترجعوا لورا، ليه خلق أعمى؟ قولوا مع الرب من هلأ وطالع ليه خلق أعمى، وين بده يمشي الله. هيدي الفكرة. فإذا يسوع بيقلب الموضوع إلى الأمام، ما بيرجعوا لورا، لأنه الماضي هو مع بيد الله. الله بيعرف الأصول، الله بيعرف الجذور والأسس، فمنشان هيك ما بعرف ولا حدا بيعرف لماذا ولد أعمى، ولكن بس تتابعوا مسيرته بتكتشفوا لا ولد أعمى. تاني سؤال عم تطرح لي إياه، لافت النظر وعند كل الناس يلي عم بيسمعونا كمان كتار منهم، دايما بيربطوا الشفاء بالإيمان، وهيدا بيخلق عادة ذنب. سيدنا بعتذر، بيخلق عادة ذنب للي ما بيصير معه شفاء. وأنا بعرف حالات إنه طب نحن شو إيماننا ناقص، أو ما عم نصلي مزبوط، بتخلق عادة ذنب وبتخلق تشويه لصورة الله. بعتذر صح. أنا قطعتك بس صح. لأنه هيدا 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 بإنجيل يوحنا لا يطرح، بإنجيل يوحنا خاصة لا يطرح. ليش؟ لأنه يلي بيعرفوا عرس قانا الجليل، لا العريس ولا المدعوين ولا المائدة عارفين أنه يسوع عمل عجيبة، ولا حتى التلاميذ. بآخر الآية بيقولوا رأى التلاميذ مجده فآمنوا. الأعمى الفصل 5، المخلع بالفصل 5 بيبقى قاعد على البركة، بيقول له بدك تشفى؟ قال له ما عندي حدا يكبني. يعني لا عنده إيمان ولا عارف مين يسوع، ويسوع بيشفيه. وهيدا الأعمى يلي عم يقرأ مظبوط يوحنا 9 بيقول هيدا الأعمى موجود، التلاميذ بيفتحوا موضوع نقاش مع يسوع بشأنه، والأعمى قاعد ما معه خبر، بيتدخل يسوع، بيطلع على عيونه بيجبل، وبيرسله يغتسل، ومن بعدها بيشفى، وما بيبين شيء أبداً
انه هالاعمى عنده ايمان، صحيح. ولا حتى عارف مين يسوع. اذا بتتابعوا النص بيقولوا له مين النبي. شفت، بيقول لهم ما بعرف. فاذا بمنطق يوحنا، وهي بدي اوضحها للمشاركين معنا، بمنطق يوحنا ما بيقول عجائب بقدر ما بيقول ايات. نعم. فالايه هدفها انه يسوع بيقوم بعمل خارق باعجوبه بشفاء، ونتيجتها بيجي الايمان. الايمان نتيجه ال... نعم. الايمان مش نتيجه السبب. عمل يسوع. وبتقولوا لي ليه هالمنطق بانجيل يوحنا؟ بقلكم هيدا بده يمشي وصولا الى توما باخر الانجيل، يلي بيقول لهم بدي شوف وحط ايدي تآمن، بيقول له يسوع لانك رايت امنت، طوبى للذين امنوا ولم يروا. فاذا منطق الانجيل يوحنا ما بيفترض الايمان، الايه والعجيبه ما بتفترض الايمان، ولكن الايمان بيجي نتيجه هالعجيبه هاي، مثل عرس قانا. نعم. اجا ايمان التلاميذ نتيجتها، وهلا النص عنا بيجي نتيجته. فاذا الموضوع الاول يلي هو ربط الخطيئه بالعمى، يسوع جوابهم بالقلب، قال لهم ما بقى تعرفوا لورا، صار بكم تعرفوا من هلا وطالع شو هي. جواب يسوع محل المساله، بعده الموضوع مطروح. شو معنات يسوع خلق اعمى لتظهر فيه اعمال الله؟ النص واضح، لتظهر فيه اعمال الله. نعم. رحنا بدنا نفتش شو يعني لتظهر فيه اعمال الله. بنفترض انه ما بنعرف شيء عن اعمال الله، مع العلم انه بيوحنا 6، يوحنا 6 الايه 29 تحديدا بيقولها واضح، عمل الله هي ان تؤمنوا بالذي ارسله. فاذا هيدا معمول لتظهر فيه اعمال الله، بدك تعمل المسيره معه. فاذا صار عندي كل المعطيات يلي عم توصلني له. نعم. تنهي لسؤالك الشفاء، ومن بعدها بنطرح من بعد الشفاء ردات الفعل، لانه في ردات فعل مختلفه بعد الشفاء. صح. الشفاء كيف راح يصير؟ راح يصير بشغلتين. راح يفرجونا يسوع راح يجبل ويطلع على عينيه. يلي بيعرفوا سفر التكوين بيعرفوا انه هالجبل هو عمل الله الخالق. فاذا حالة الأعمى انه اعمى منذ مولده، عم بيجي الجبل لحتى يردنا للخلق، لانه مخلوق هيك بده إعادة خلق. اثنين عم بيقلن بدكن تآمنوا بالذي أرسله الآب، إذا بتقرأ بالآيات الأولى بالفصل 9، لأنه تآمنوا بالذي أرسله الآب، وأنا الذي أرسلني الآب إلى ما هنالك. نعم. تاني مرحلة من الشفاء، أن نعمل أعمال الذي أرسلني. أعمال الذي أرسلني. الذي أرسلني. فإذا أعمال الذي أرسلني بدها تكون تسيير للإيمان، رح تشوفها هلأ شو رح تكون أعمال وعبارة الذي أرسلني، هاي بدي ركز عليها. تاني مرحلة من الشفاء، بيبعث يغتسل ببركة سلوان. البركة اسمها سلوان، ولكن يوحنا مش عن عبس بيشرح الكلمة، بيقول كلمة سلوان معناتها المرسل، يعني عم بيشربنا إياها بالملعقة. هيدي بركة يسوع. من هو المرسل؟ ما بعده قايل بمن أرسلني، يعني يسوع هو المرسل. فبيطلع أرسله ليغتسل ببركة المرسل لحتى يتمم خلقه الأول بالعماد والخلق الثاني. فبتطلع البركة هي بركة الاغتسال بالمعمودية للخلق الثاني. اف نيكوديموس. ايوه. اف
نيكوديموس وغيره والسامري والسامرية كمان، لا الذي لا ينضب. والمسيره تبعهم، لانه اذا بدك تفتح هيك فيك ترجع تبحث موضوع الماء بانجيل يوحنا. وصولا للصليب، الدم والماء لا ببلش من عرس قانا، من عرس كان للصليب. اف ايه، وبيمرق بنيكوديموس، وبيمرق بالسامريه، وبيمرق بغسل الارجل، وبيمرق كله استعمال مي بانجيل يوحنا. وهون عم بفرجونا كمان ان كان بالمخلع على الفصل 5 وان كان بالفصل 9 استعمال الماء كثير واضح بانجيل يوحنا، وصولا الى جرى من جنبه دم وماء، واخر اعجوبه بتكون على بحيره طبريه كمان على المي، وبكب حاله بطرس بالمي واتسترا. نعم. هيدا كمان الموضوع، اذا بقى عم بفتح لكم المواضيع حتى لحظه الموضوع ما تضيعوا. اوكي. فاذا طلع العمل يلي قام فيه يسوع خلق اول بالجبل وخلق ثاني بارساله الى بركه الرسول تيتعمد فيها، وساعتها بيكون شاف. هيدا المرحلة الأولى قبل البدء مع الجيران ومع الفريسية ومع 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 القسم الثاني. نعم، صارت الآية، صارت العجيبة. فيك هلا أنت تحطنا كمان إذا قريهم، تحطنا بالأجواء من بعدها، كم لقاء صار فيه والمحادثات. لا أنا رح أترك، أنا اللي بدي أسألك عنه ردات فعل الفريسيين، الجيران أهل والأهل، ببلشوا مثل ما الجيران بدك بنبلش، واخر شيء ردة فعله له هو، لانه ردة فعله بتتطور كمان، يعني في سسبنس بردة فعل الاعمى. عظيم. هودي كل اللي بدي اقوله هلا خي جو، هودي لحتى يشرحوا عبارة خلق اعمى لتظهر فيه اعمال اعمال الله. الله، لنشوف شو هي اعمال الله. ببلش بانه اجوا الجيران وقالوا هيدا مزبوط الاعمى وانشفى بكذا، بيسالوه كيف انشفى، شو بيقول لهم؟ الرجل الذي اسمه يسوع. نعم، رجل باول ايه؟ رجل عادي، رجل اسمه يسوع. نعم، من بعدها بيقولوا له لا شفاك يوم سبت وما له حق وكيف بدك تعمل، واختلفوا الفريسية. بيرجعوا الفريسية بيسألوه وأنت ماذا تقول فيه؟ شو جاوب؟ إنه نبي. نبي. فإذا انتقلنا من الرجل اللي اسمه يسوع إلى نبي. بيرجع بيجوا الأهل بيستدعوهم بيقولوا له هيدا ابنكم، بيقولوا له ايه، بيقولوا له كيف انشفى، بيقولوا له كبير اسالوه. وبيقول النص لانه الاهل كانوا خايفين يقولوا انه هو مين؟ المسيح، لانه كانوا اليهود يطردوا من المجمع يلي يقولوا عنه انه المسيح. فاذا صار عندنا لقب ثالث، الرجل، انه نبي، وانه المسيح. من كف القراءة بيصير في خلاف انه يلي بيشفي يوم السبت، وبيقول لهم الاعمى مظبوط مش مظبوط، بس انتوا ليه عم تضلكم تسالوني؟ لعلكم تريدون ان تصيروا انتم ايضا تلاميذ له. يعني اصبح لقب جديد هو معلم. لقب المعلم. اجوا قالوا له واحد مثلك معلمك، نحن معلمنا موسى ويلي عم بيكسر شريعة موسى ما بيكون من الله. بيقول لهم لو لم يكن من الله لما استجابه الله. عندنا لقب ثالث انه هو رجل الله وهو من الله، مرسل من الله، مرسل من الله. فإذا لحد هون الأعمى متروك مع الناس، من الجيران إلى الفريسية إلى الأهل إلى الفريسية، قدر اكتشف كل الألقاب الإيجابية الموجودة بالعهد القديم. رجل اسمه يسوع، هو نبي، هو المسيح، هو المعلم، هو مرسل من الله ورجل الله.
هودي اللي قدر اكتشفهم لحاله، بس بعد ما بينت هوية يسوع الإلهية نعم. من بعدها بالآيات 40 47 وطلوع بيقول لقاه يسوع وقال له أتؤمن بابن الإنسان؟ قال له مين هو؟ قال له أنا. قال له بآمن وسجد. سجود فإذا لله. إيه؟ سجود لله. إيه؟ فإذا سجد، فإذا اعترف فيه أنه هو ابن الإنسان وهو ابن الله، وسجد له واعترف بألوهيته. فإذا بلش النص هيدا خلق أعمى تتظهر فيه أعمال الله، وعمل الله هو أن تؤمنوا، فهمنا ليه مش خلق أعمى بالماضي، هلأ فهمنا ليه خلق أعمى تيجي يسوع يعمل معه مسيرة ويكتشف هوية يسوع التصاعدية من رجل اسمه يسوع إلى السجود لإله، مروراً بكل الألقاب يلي منعرفها من العهد القديم، وصولاً إلى ابن الإنسان، وصولاً إلى الألوهية. رائع سيدنا، خصوصا انه هالاعمى صار اكثر واحد عم يقشع لانه سجد ليسوع. اكيد يعني صاروا ضلوا كلهم عميان وهو صار اللي عم يقشع. عظيم. بس بعد في شغله اذا بدنا نختم هذا النص. اكيد بعد في شغله هي وقت قالوا له هيدا ليه خلق اعمى، فاذا لازم يكون في خطيه. باخر الفصل 9 بيقلب الموضوع يسوع، بيقول لهم بيقولوا له العالم للدينونة. نعم. ايه وبيقول لهم لو كنتم عميان لما كان عليكم خطيئة، أما وأنتم تقولون إننا نبصر فخطيئتكم ثابتة. يعني شو عمل؟ هن بفكر اليهود إنه إذا واحد عنده إعاقة لازم يكون خاطئ. إجا يقول لهم لا، ما لأنه عنده إعاقة منه خاطئ، بس يلي بيقول أنا منيح وما بيوصل للإيمان، أما وأنتم تقولون إننا نبصر ومش عم تآمنوا فخطيئتكم ثابتة. يعني ما عادت الخطيئة بتورتك الإعاقة، صارت إذا أنت أعمى ما أنت مش ذنبك، مش ذنبك، ما عندك خطيئة، أما بتقول أنا عم بقشع فخطيئتك ثابتة. فبيطلع تجاوب على الموضوعين الأولين بالأول، هيدا مين خطي لحتى يولد أعمى؟ فهمنا ولد أعمى حتى يكتشف الرب يسوع. اثنين، إذا كان الخطيئة وصلت إلى العمى، نفهم بالآخر لا، ما لأنه أعمى ما عنده خطيئة. نعم. بس هلا شاف، وانتو بتقولوا انكم بتقشعوا، شفتوا كل هالمسيره قدامكم ومش عم تآمنوا، فانتو خطيئتكم ثابته. وهون اذا بدك نستنتج، بيطلع الاستنتاج انه الخطيئه بانجيل يوحنا هي انك تشوف وما تآمن. الخطيئه هي نكران الايمان، وخاصه وقت اللي بيستعمل الخطيئه بالمفرد إنجيل يوحنا. نعم. هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، يعني اللي بده يشيل التجديف والنكران من العالم. نعم. خطيئة العالم بالمفرد، مش الخطايا بالجمع. الخطايا بالجمع منا الكارثة، بس الخطيئة بالمفرد هي الكارثة، هي خطيئة نكران الإيمان. نعم. وهلأ لأن عم بتذكر بحلقة مع أبونا ميلاد الجويش اللي حكينا فيها عن توما، فسر لنا كمان بالأصل اليوناني التمييز بأفعال الرؤية، يعني الرؤية والإيمان، بطرس والتلميذ الحبيب، مريم المجدلية، فسرنا عنهم لوصلنا لتوما الذي رأى وآمن. يعني كأنه اللي قلته حضرتك سيدنا، هالسلسلة لنوصل لإيماننا نحن، والرؤية الحقيقية هي رؤية مش النظر العيون، هي الرؤية الإيمانية.
صحيح ولا أنا عم أقول شيء غلط؟ صحيح، بس لحتى ما يفكروا إنجيل يوحنا هي مسيرة تشوف لحتى تآمن، بدي تروحوا على الفصل 11 مطرح ما في لقاء يسوع مع مرتا ومريم. نعم. بيقول لها يسوع لمرتا، بيقول لها ألم أقل لك إن آمنت ترين؟ فإذا بإنجيل يوحنا بدك تآمن من دون ما تكون شفت قبل، وبتآمن حتى تشوف. نعم. هذا هو معنى عبارة، وهي محور الإنجيل بالنص، ألم أقل لك إن آمنت ترين عمل الله ومجد الله وترين خلاص الله. نعم، يعني الرؤية الحقيقية هي الإيمان، هي الإيمان، هي هي الرؤية. فإذا أمة إنجيل يوحنا مش بس التطويب يلي قالها لتوما، لقالها للمؤمنين، هو عم بيحكي مع توما، طوبى للذين آمنوا آمنوا ولم ولم يروا، يروا. ولكن راح تكون الطوبى للذين آمنوا لكي يروا اوف، أعمال اوكي. الله فيهم. اوكي. هيدي رائع بتطلع، سيدي. هيدي بتطلع. يعني فتنا عن جد، طلع موضوع مارق هيدا بكل الإنجيل، بكل إنجيل يوحنا. اكيد، هيدا هودي رابط بانجيل يوحنا، وخاصه بيوحنا 9، يعني هالاعمى، وخاصه بالخلق، يعني الجبل والعمل، واثنين يلي هي العمل الثاني ارساله للاغتسال ببركه سلوان، نعم يعني هودي الدو بول، الخلق والخلق الجديد. نعم، بدنا ننقل على لوقا 18. فينا ننقل ولا اوكي. بعد في شيء بتحب تضيفه؟ أنا إيه، لا جرب أسرق منك قد ما في. طيب، إذا بدنا نروح على لوقا 18، عندنا بس أرجع أقول للآية 35 للي عم بيتابعوا معنا. نعم، من ال 35 ل 43. نعم، المعروف بأعمى أريحة، هيك نعم معروف نعم للي بحب كمان. هالشخص قاعد على جنب الطريق عم يشحد، يسوع مارق من هونيك، بعيط له يا ابن داوود ارحمني. بيقوموا بينتهروا اللي ماشيين، يعني بيسكتوا اللي ماشيين مع يسوع. بيقوم هو بصر وبعيط له، يسوع بيوقف وبقولوا لهم، بقول لهم لألهم للي كانوا حواليه، خليه يجي لعندي، شو بدك اعمل؟ بقول له ان ابصر يا سيد. بقول له ابصر، ايمانك شفاك. اكيد هلا هذا غير منطق سيدنا، رح تشرح لك ايه، رح تشرح لنا اياه. فابصر في الحال وتبع يسوع وهو يحمد الله، وشاف الشعب كله، الشعب كله هيدي وراء يسوع. الشعب ايه بأجمعه. صح هيدي كمان بدي أوصل للنقطة. صح هيدا النص. طيب، انا كم سؤال. شو يعني على قارعة الطريق؟ شو يعني صرخ له يا ابن داوود؟ ليه هالصرخة؟ ليش ما عيط له يا يسوع المسيح؟ ليش هالصرخة لوقا بحطها؟ ليش كانت هيك ردة فعل المحيطين بيسوع؟ كل هالأمور وصولا للشفاء، إنه شو بدك ياني أعمل؟ ليه بيسأله؟ ليه مش مثل هونيك ببادر يسوع بلا ما يسأل؟ أكيد يعني بمنطق لوقا عندنا منطق تاني بدنا نتمتع فيه هلا كمان. اوكي، واجمالا لوقا بيلتقى مع متى ومرقس، نعم ولو كان متى بحط اعميين بأريحة، بس المنطق تقريبا قريب عليهم، وزاد الشيء مرقس. رح اخذ هيك مسيرة، شو بيعلمنا الأعمى، ورواية شفاء الأعمى ب لوقا 18، الفصل، المقطع الأخير بفصل 18. نعم الفكرة الأولى اللافتة للنظر هي إنه عم بفرجونا أعمى قاعد على جنب الطريق عم يشحت. نعم بيقول النص إنه سمع ناس مارقين، بيستخبر بيخبروه. المرحلة الأولى من هالأعمى إنه كان في يمكن مثل أعمى تاني أو هيك يندب حظه، ليه أنا أعمى وشو عملت أنا يا الله؟ لا، الأعمى ما بقي يندب حظه. شو عمل الأعمى؟ راح استغل اللي عنده،
قال انا فقد حاسه النظر بس عندي حاسه السمع وعندي النطق. قام استعمل السمع تيشوف مين، واستعمل النطق تيصرخ له. فاذا اول مسيره هو كلهم، رح اعمل لكم خلاصه باخر النص، هودي كلهم ببلش النص من هون، ببلش مش من العمى، ببلش من الاصغاء وببلش من النطق. يعني بلش من استغلال عطايا الله اللي عنده اياها، مش يبكي على الاطلال على فقدان حاسه ما عنده اياها. اثنين، شو بيخبروا الناس؟ الناس بيخبروا انه مارق يسوع الناصر. ناصري. يعني الناس خبروا يلي شايفينه بعيونهم. عيون الناس شو شايفين؟ يسوع يلي طوله هيك وعيونه هيك ولابس هيك واصله البشري. يسوع الناصري يعني خبروا يلي هن شايفينه وبيعرفوا من وين اصله، من الناصره. بينما هو صرخ له باللقب الإيماني. يعني الأعمى ما بقي على اللي سمعه، صرخ لقب آخر معمق بالإيمان. فإذا بهيدا النص رح نكتشف بالآخر إنه يلي مفتح بهيدا النص هو الأعمى. إيه هن العميان يعني؟ وهيدا مفهوم الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن بيسمع شيء من رعيته، بيسمع شيء من أهله، بيسمع شيء من كنيسته، ولكن ما بيبقى يكرره، بده يوصله للآخرين هو وعم بيغني بإيمانه. هو سمع أنه هيدا يسوع الناصري، راح صرخ له يا ابن داود، يعني لقب المسيح المنتظر. وإذا عم تسألني ليش استعمال لقب ابن داود، لأنه نحن من بعدها فايتين على أورشليم، ولقب ابن داود ببين بأورشليم يلي هو بده يعمر الهيكل الجديد، ونبوءة نتان لصموئيل لداود بقلبه. فإذا هاي تاني شغلة. التالتة، سكتوا ولكن أصر على الصراخ مرة تانية. اللي ماشيين بالمقدمة سكتوا، هو ما سكت، زاد صراخ. فإذا مرحلة تالتة من المؤمن مش بس يستغل يلي عنده أو يوصل للآخرين مع خبرته الإيمانية، إنه مش عند أول عقبة برمي سلاحي، مش أول ما بيسكتوني أو بيعرقلوا لي إيماني برمي سلاحي، لا، أصر. هالإصرار خلى يسوع يوقف. نعم، بتسمح لي أول شيء سيدنا؟ نعم تفضل. لأنه اللي سكتوه مش حيالله ناس، هو اللي مع يسوع. يعني أوقات كتير نحن بنحط العقبة بالرجال المكرسين ليسوع. خلينا عظيم، اترك لي إياها. بدك إياها للأخير؟ بعتذر سبعت رح أقول لك شيء أقوى، رح أقول لك شيء أقوى. يلا هلا يلا أوكي. بيقوم يسوع، مش هو بيندهله، شو بيقول لهم؟ بيطلب من يلي حاولوا يندهوله. يعني يلي كانوا عم بيسكتوه أمام إصرار الأعمى رح يتحولوا إلى حافز حتى يجي. فإذا الفكرة اللاهوتية الحياتية الروحية الإيمانية بتقول إنه العقبة قد ما تكون كبيرة، إصرارك وثباتك بإيمانك، يسوع بيحول هالعقبة إلى خبرة تدعيك لحتى تجي لعنده وتتبعه. كثير حلو. فإذا ما عادوا أشخاص بقدر ما هي فكرة أشخاص عم بيسكتوه، واللي كانوا عم بيسكتوه رح تقلب هويتهم، لأنه يسوع تدخل أمام إصرار هيدا الأعمى. يعني إصرار الأعمى كمان ساهم بقلبتهم هن. رح أعملكم الخلاصة بالآخر، لأنه هيدا اللي عم تقوله هو جزء من مسيرة هلأ بنشوفهم بالآخر. أوكي. هلأ أنا اللي عم بقول لك، أنا بعرف إنه المشاهدين إيه بقصوا علينا إيه إنه ما بنروح على الكنيسة من وراكم، ما بنقرأ بالإنجيل من وراكم.
نرجع اذا يسمعوا اللي عم نقوله وما يعملوا شو ما بدهم، بس يسمع بيرجع من بعدها بيوقف يسوع وبيسأل ماذا تريد ان اصنع لك؟ السؤال لاول وهله بيضحك، وفي مثل بالدارج بنقوله نحن الاعمى شو بده؟ اصرار يسوع لحتى مصروا ساعة بيعيط لك وعم بيندهك، قام سأله شو بدك؟ لحتى نفهم هالسؤال من يسوع لازم نرجع نتذكر صفة بالأعمى بعد ما استعملناها يلي هي شحاد. كان قاعد عم بيستعطي، عم بيستعطي يعني عم هويته شغلته أعطوني. إجا يسوع يسأله بهويته، يسأله بشغلته، قال له أنت قاعد على جنب الطريق عم تستعطي وعم تصرخ لي شو بدك؟ بدك مصاري؟ بدك مصاري يمكن يبعثوا لعند يهوذا لأنه يهوذا كان معه الكيس، أو بدك شيء؟ قال له شو بدك؟ يعني دخل معه بمنطقه، أنت شحاد؟ انت استاذ مدرسه، انت مدير بنك، انت مزارع، بقلب شغلتك بيحكيك يسوع وبيحكيك بمنطق بتفهمه. شو بيقوم بيجاوبه؟ بيجاوبه يا رب ان ابصر. هل هالطلب بيتناغم مع هويه يسوع؟ كل يلي شرحتهم بالمقدمة بيقولوا إيه، لأنه يلي بيعرفوا من هو المسيح ابن داود الآتي وشو هي علامات مجيئه هي العمي يبصرون. فالأعمى عم بيقول له أنا مآمن إنك ابن داود، وأنا بعرف إنه وقت اللي بيجي ابن داود العمي يبصرون، والشعب السالك في الظلمة يرى نورا عظيما، فقال له أن أبصر. مشان هيك يسوع داخلي بيقول له أبصر إيمانك خلصك. هلأ بدنا نعمل البومبا. يلا البومبا بتقول مازال عم بيقول له إيمانك خلصك، ومنطلع بأعمى أريحة مش مثل أعمى يوحنا 9، لا لمسوا لا جبل تراب، لا حطوا على عينيه، ما أرسلوا يغتسل ببركة، ما تفل بوجهه، ما حط إيديه بعيونه ولا شيء. بالكلمة قال له أبصر إيمانك خلصك. سؤال الكلاسيكي، طيب هل إيمان يلي خلصه وإجا لعند يسوع ما كان فيه يشفيه هو على جنب الطريق؟ مازال إجا قدام يسوع ويسوع لا لمسه ولا شيء وقال له إيمانك هو اللي خلصك. من هون بدي حط الفكرة، إذا بهيدا الإنجيل بهيدا النص سألنا ما هو الإيمان يلي خلص هالأعمى، بتقلي فائت حاسة استعمل حاسة، سمع ابن يسوع الناصري عمقه بابن داود، سكتوه وما سكت، أصر وقف إجا. لو توقف عند وحدة من هودي ما كان وصل قدام يسوع لحتى يشفى. فإذا ما هو الإيمان؟ هو مسيرة من استغلال يلي عندك إلى إصغائك للآخرين عن هوية يسوع، إلى تعميق هوية يسوع بحياتك، إلى تخطي الصعوبات، إلى الإصرار أمام العثرات يلي بتمرق أمام إيمانك، إلى قول إيمانك قدام يسوع، لحتى يقول لك يسوع هيدي كل هالمسيرة هي اللي خلصتك. فإذا مش قصة إيمان بمعنى إصراره أو تسكيت الناس، هي مسيرة. لحظة، هي مسيرة. لا هي أوكي. مسيرة. أوكي.
كثير مهمة سيدنا، لأنه هيدي بتشلنا عقدة الذنب، إنه أنا بهاللحظة مين بيقيس لي إيماني؟ ايه لأنه هي المسيرة من الأول للآخر، نعم يعني هي ابن داوود، هي الإصرار، هي السماع، هي وصول قدام يسوع، هي إعلانه يا رب، وهي إعلانه إنك أنت المسيح المنتظر، ففيك تعمل شفاء الأعمى لأنه هي من هويتك. كل هودي اسمهم إيمانك آمين. خلص، نعم نعم ونتيجتها كان تمجيد الله. ويشوف الشعب وبالآخر نتيجتها إنه الشعب يلي كان عم بيسكتوا وقال لهم يسوع ادعوه، فرجاهم يسوع لأي مدى انتو تابعيني بس انتو العميان ومش شايفين، وهيدا اللي قاعد على جنب الطريق ما كان تابعني هو اللي قاشع كل شيء وصرخ لي كل شيء، وإيمانه خلصه، وهالإيمان كان علامة كنسية. يعني الكنيسة كانت اللي حول يسوع كانوا عقبة، من بعد اللي حول يسوع صاروا دعوة لإله، من بعد يلي حول يسوع استفادوا من خبرته الشخصية لحتى هن تتفتح عيونهم، ورأى الشعب ما آمن فمجد الله. فبتطلع مسيرة تكامل بين مسيرة الأعمى الشخصية مع يسوع، وبين تفاعل الجماعة السلبي والإيجابي، وشهادة الأعمى بشفائه الإيجابي للشعب، لحتى يطلع بالآخر هالشعب الأعمى يلي ماشي ورا يسوع هو المستفيد الأكبر. يقشع نعم يقشع ويمجد الله. نعم نعم سيدنا، إذا بدنا نربط بين بين الآيتين، بين أو العجيبتين، بين يوحنا 9 ولوقا 18، هيك تنختم الحلقة. وين لنختم إذا أو إذا بعد في، أنا باخذ، يعني ما في مشكل، أنا والمشاهدين ايه إذا بعد في إشي لنختم أكيد. نعم الحلقه، وهي من ضمن اختياري لهالعشوبتين العمى الاعميين، لانه بالاعمى الثاني يعني اعمى اريحه اصبح الشفاء بالكلمه، قال له ابصر فابصر. نعم يلي بيعرفوا أول رواية بسفر التكوين، فليكن نور فكان نور، فليكن كذا كان كذا، الخلق بالكلمة، مشان هيك تاني واحد ما بيلمسه وما بيجبل، لأنه هيدا شفاء كخلق جديد، والخلق الجديد هو بالكلمة. بينما رواية إنجيل يوحنا هي الرواية الثانية تبع الخلق يلي فيها الله بيجبل وبينفخ وبيكون خلق جديد. فإذا يلي بيعرفوا سفر التكوين أول 3 فصول فيه بيعرفوا إنه في روايتين للخلق، رواية بالكلمة الخلق، ورواية بالجبل الخلق. فبيطلع في أعمى انشفى بالجبل، وأعمى انشفى بالكلمة، فهود بيطلعوا البعدين للخلق الجديد بالعملين الأساسيين يلي كان الخالق يعملهم، أصبح يسوع عم بيتابع عمل الخالق بعمله، إن كان بالكلمة الخلق بالكلمة، وهي بنشوفها كمان بالمخلع وقت اللي بيقول له قم احمل فراشك فقام، يعني أبصر فأبصر في الحال، بأن النص أبصر في الحال. كن فكان، هيدا رواية بتفرجي الخلق الرواية الأولى، والرواية الثانية اللي هي بالجبل يلي شفناها بيوحنا 9. فالأعميين هيدي عم بيقولوا لنا إنه يلي كان يتهم فيه، حتى التلاميذ يلي بيعرفوا إنجيل مرقس الفصل 8 بيعرفوا انه حتى يسوع قال لهم للتلاميذ ألكن عيون ولا تبصرون، بمرقس 8 عم بيقول لهم بالاخر انه هالعيون هي علامه الخلق الجديد للانسان. فاذا اذا كان عمل يسوع لحتى يشفي كان في
مليون أعمى بوقته ما شفي إلا كم صحيح واحد، صحيح، لأنه الهدف مش الشفاء، الهدف تيكون ولادة هيك جديدة. بتدخل بمنطق جديد والخلق الجديد. رائع. فإذا المساكين يبشرون، هيدا هدف يسوع، نعم مش بس العميان يبصرون، والمساكين يبشرون، وإيصال البشارة والإنجيل إلى الخليقة كلها. سيدنا، يعني أكثر من رائع. بدي أجرب لخص، ما بعرف شو بدي أعمل، يعني قد ما ياخذ نوت. الشفاءات هي جزء من عجائب، والعجائب هي جزء من خوارق، واستعملت بعض الخوارق بالعهد القديم لتأكد، مع موسى خاصة بنشوفها، لتأكد أنه القول صحيح وأنه الله هو الذي يرسل هالشخص ليخلص شعبه. فاستعمال المعجزات، وخاصة بنشوفها بإنجيل متى بعض التطويبات، وهي 10 كمان، أنا سامعك قبل بمحاضرة عن متى، هي كمان ربطة مع العشر ضربات بالعهد القديم، مزبوط، سفر الخروج. هيدا أنا لقيتها كمان. ف يسوع هو كان مقتدر بالقول والعمل، وهذا الشيء كمان حتى منشوف. فإذا البعد الأول للشفاءات هو ليكون يسوع مقتدر بالقول والعمل، ويأتي العمل ليؤكد القول. والبعد الثاني للشفاءات منشوفه خاصة بمتى 11، وقت يوحنا المعمدان اللي كان ناطر مسيح، ولكن بشكل هو انتظاراته هو بيبعت تلاميذه ليسألوه، جواب بيكون يسوع الزمن المسيحاني وصل، العمي يبصرون، اللي هي جزء من انه الزمن الشفاءات، هي جزء من انه الزمن المسيحاني وصل. وثالث بعد من بعد الشفاءات بالعهد الجديد هو انه كان معظمها يوم السبت، وليقلنا الرب بانجيله انه عم يربط الشفاءات، ورح نشوفها بشكل كتير واضح، بعمليه الخلق، اي انه يسوع هو الذي يعمل وبيه بعده عم يعمل، وليس في يوم راحه، ما في يوم راحه. فهول الثلاث ابعاد للشفاءات. اذا بدنا نفوت على العمي بحد ذاته، موضوع العمي بحد ذاته، فمنشوف انه هيدي انتظارات الانبياء، النبوات، انتظارات اشعيا النبي اللي بيقول الشعب السالك في الظلمه ابصر نورا عظيما. فهدف يسوع منه الشفاء كعمل خارق بحد ذاته، بل انه يفرجينا انه هو نور العالم، وكمان هذا رح نرجع نشوفه، لانه الاعمى طلع بيقشع اكثر من اللي الذين يبصرون. وبانجيل متى اضفت سيدنا انه دائما في روايه لاعميين، واللي بيعرف منطق انجيل متى اللي هو منطق يهودي، ليكون هالاعميين هن الشاهدين، لانه هيك تتطلب الشريعه، ليأكدوا انه الزمن المسيحاني اتى. بلشنا بيوحنا 9 اللي نعالج فيه الأعمى منذ الولادة، لأول رسالة، أنه تقاليد العهد القديم كانت تقول، ومنطق العهد القديم، أنه المرض أو الإعاقة هو نتيجة الخطية. مع يسوع عم يطلب منا ما نفكر بالمصدر، لأنه هذا المصدر والبدايات والجذور هي لله. هو عم يطلب منا نبلش من الحاضر وللمستقبل. تاني شغلة، انه بانجيل يوحنا ما في ربط بين الشفاء والايمان، بمنطق يوحنا ما في عجائب، في ايات، والايمان هو نتيجة عمل يسوع، وهذا الشيء اللي حنشوفه وصولا الى توما، من البداية للنهاية بانجيل يوحنا. وليش ولد اعمى هالانسان؟ فهي لتظهر فيه اعمال الله، اللي هلا رح نرجع نشوفها شو هي اعمال الله مثل ما شرحتها سيدنا. كيف صار الشفاء؟ يسوع بيجبل، وهون بيذكرنا للي بيعرف سفر التكوين عمل الله الخالق اللي كان يجبل ليخلق. فإذا يسوع عم بعيد خلق، عم يخلق خلق جديد. وتاني شغلة، بيطلب منه من بعد ما يجبل ويدفل، يعني ويجبل ويحط على عيونه، بيروح بيطلب منه يغتسل ببركة سلوام، اللي بيشرحها إنجيل يوحنا بأنها هي بركة المرسل أو الرسول. يسوع عم بيتمم عملية الخلق ببركة مياه المرسل، يعني اللي هي بركته له، اللي هي بركة مياه المعمودية، يعني الولادة الجديدة، الخلق الجديد. وهون بنذكر أكيد الحوار مع نيقوديموس ومع المرأة السامرية من قانا الجليل، وصولا إلى المياه اللي بتطلع من جرح جنبه على الصليب بإنجيل يوحنا.
بالنسبة لردات الفعل، بتظهر ردات الفعل واللقاءات المختلفة اللي بتصير مع الأعمى من بعد الشفاء، بتظهر شو يعني هالأعمى يبين عمل الله فيه. منشوف أول شيء بيقول عن رجل اسمه يسوع، هيك بيجاوب وقت بيسألوه الجيران كيف انشفى، بيقول إنه رجل اسمه يسوع. بعدين مع الفريسيين بيقول لهم هو نبي، مع الأهل اللي خافوا يقولوا إنه هو المسيح، من بعد الخلاف على موضوع السبت بيقول لهم الأعمى إنه هو معلم وأنتم خايفين تكونوا مثل ميزو، وهو مرسل من الله. وبالآية 40 ل 47، من بعد ما يسوع بيلاقيه للأعمى، بيآمن بابن الإنسان، لقب جديد ليسوع، وبيسجد له، وهيدا اعتراف بالألوهية. فإذا خلق أعمى ليجي يسوع يعمل معه هالمسيرة، مسيرة الولادة الجديدة، لا وصولا للاعتراف بألوهية يسوع المسيح. وهذا الشيء بيتأكد بنهاية الفصل 9 بإنجيل يوحنا، وقت بيجاوب يسوع على اليهود وبيقول لهم إذا كان عنده إعاقة مش منه خاطئ، ما عليه ذنب، بس الخطية بإنجيل يوحنا هي إنه ما يكون عنده إعاقة وما يكون مؤمن، فهي الخطية المثبتة. فإذا الخطية هي إنه نشوفه من آمن. وهذا الشيء كمان مع مرتا بيقول لها لأنك آمنت رح تشوفي، وصولا ل توما، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. فإذا آخر شيء ختمتها مع يوحنا سيدنا هي التطويب للذين آمنوا لكي يروا، هيدي هي التطويب الجوهري بالموضوع. للوقا 18 المشهد الثاني اللي هو أعمى أريحا، أعمى على جنب الطريق، سمع الناس مارقين وسأل وصرخ ليسوع. فأول شيء عمله شغل حواسه، ما قعد يندب حظه كيف هو أعمى، استغل حواس تانية اللي هي السمع والنطق. تاني شغلة خبروه الناس شو بيعرفوا، انه هيدا يسوع الناصري، فهو صرخ يا ابن داوود، صرخ باللقب الإيماني، باللقب المسيحاني. فهو ما بقي بس على اللي شو سمع، ما بقي بس على اللي عم بخبروه اياه، دخل بعلاقة الإيمان بيسوع المسيح، واستعمل ابن داود، لأنه مثل ما قلت لنا سيدنا يسوع كان رايح مرورا بأريحا يدخل إلى أورشليم مدينة داود العاصمة. سكتوه ولكنه أصر أنه يصرخ، ثالث نقطة. فإذا هو ما توقف عند العقبات، ضل مصر أنه يصرخ ليسوع، وخاصة أنه العقبات رح تكون من محيط يسوع. يسوع بيطلب من اللي سكتوه أنه يجيبوه، ف بهالإصرار حتى يسوع بيحول العقبة إلى وسيلة دعوة رائعة. فبندعي المؤمنين ليصروا على يسوع، خاصة إذا يكون في حدا من اللي حوالين يسوع هن عقبة قدامهم. هذا شيء. وخامس نقطة هي إنه يسوع بيوقف وبيسأله ماذا تريد أن أصنع لك؟ بيدخل معه بمنطقه، بلغته هو، لأنه هو شحاد وكان عم يطلب، مش لأنه منه عارف يسوع، عم يدخل بعلاقته يسوع. هذا التواضع، يسوع اللي بيدخل بعلاقة مع شخص بحسب منطقه. وهون بيعلن الشحاد، بيقول له يا رب أن أبصر، فبيطلع الأعمى الشحاد هو المؤمن، لأنه سمى يسوع يا رب، وبيعرف أنه الرب ابن داود. وحده من صفاته أن يبصر العميان، وحده من علامات مجيء المسيح المنتظر أنه العميان يبصرون. فإذا منشوف وبنعمل هيك مقارنة بين اثنين، منشوف الكلمة هون هي اللي عم بتخلص، اللي هي اللي عم تخلق من جديد، هي اللي عم تشفي. منشوف إنه الإيمان هو مسيرة، وهيدا هيدا اللي بفرجينا إياه، الإيمان اللي بخلص هو مش لحظة، هو مسيرة، وهيدي هي المسيرة اللي عايشة مثل ما شرحت لنا إياها سيدنا. والنتيجة الأخيرة والأجمل إنه الشعب رح يشوف، بيطلع الأعمى هو اللي قاشع كل الوقت، والشعب اللي هو بالظلمة، فبيتحول، بيحول يسوع العقبة إلى وسيلة، وهالعقبة اللي هي الكنيسة بين هلالين، هي اللي رح تصير نتيجة هالأعمى، هي المستفيد الأكبر بأنها رح تشوف ورح تمجد الله. مقارنة أخيرة سيدنا، عملت مقارنة بين المشهدين، رائعة المقارنة. عنا الولادة الجديدة أو الخلق الجديد بالجبل اللي منشوفها بالرواية الثانية من سفر التكوين للخلق، وعنا الخلق الجديد بالكلمة
اللي بنشوفها بالرواية الأولى للخلق، كان ليكن نور، وحلو إنه ليكن نور أول شيء، فأصبح يعني تم الخلق. فعم نشوف روايتين، عنا أعمى بينشفى بالكلمة يعني بينخلق عن جديد بالكلمة، وأعمى آخر بينخلق عن جديد بالجبل. فالعيون الحقيقية هي الخلق الجديد للإنسان، اللي هي عيون الإيمان بيسوع المسيح. سيدنا يعني الكلمات تعجز، إذا في شيء بتحب تصلح لي إياه أو ترجع توضحه للمشاهدين قبل ما نختم الحلقة. قبل ما نختم بعد شيء فكرة ما يمكن ما وضحت وما مرقت، وهي فكرة ربط يسوع بالخالق من زاوية أبي يعمل وأنا أعمل. عمل لأنه الفكرة هي بتقول إنه بسفر التكوين واضح إنه وقت الأتم الله انخلق بستة أيام، في اليوم السابع استراح. نعم، إذا كتاب سفر التكوين واضح إنه في اليوم السابع استراح، وشريعة السبت تقتضي إنه نشتغل 6 أيام وفي اليوم السابع نستريح. بأي منطق يسوع عم بيقول أبي ما زال يعمل وأنا أعمل، مع العلم إنه سفر التكوين قال في اليوم السابع استراح؟ يعني يبدو إنه في تناقض بين اثنين. الجواب عليها هو التناقض ظاهري ولكن بالجوهر بيلتقوا، لأنه بالخلق الأول بالرواية الأولى وقت الأتم الله الخلق وخلق الإنسان وشاف إنه كل شيء حسن جدا، استراح. قال ما زال حسن جدا، صار فيي استريح. إجا يسوع يقول لهم بيوم السبت ما زال في أعمى وما زال في مخلع وما زال في امرأة حدباء الظهر، بطل حسن جدا يعني ما العالم، زال في شوهناه. واحد ايده ما زال في واحد ايده يابسه. فاذا الخلق بعد ما صار مثل ما بده اياه الله حسن جدا، فالله ما زال يعمل وانا اعمل ايضا. كثير حلوة، كثير حلوة. سيدنا أطوان عوكر، من القلب شكري كثير كبير على الله يخليكم هالحلقة ويخليكم. الأكثر من رائعة، اللي فيها درس وفيها تأمل وفيها درس بيبلي عميق، وبنفس الوقت في كتير من العبر الروحية اللي فينا ناخدها ونتأمل فيها. فسيدنا بنسأل بركتك الله وبشكرك من يخليكم قلبي. الله نحن طلعنا يخليكم. بوقت مؤخر لأنه حضرتك عندك التزام كبير، بعرف على مسؤولية كنسية كتير كبيرة، فالله يقويك بكل شيء عم تعمله من أجلنا ومن أجل الكنيسة. الله يوفقك، الله يوفقك. مرسي سيدنا. فإذا أحبائي المشاهدين، على صفحات بايبل انجيجمنت أكاديمي جمعية الكتاب المقدس، وصفحة الرابطة الكتابية بالشرق الأوسط، وصفحة سانكتا ماريا، ويمكن على صفحتك الخاصة سيدنا على فيسبوك رح ترجع تنزل الحلقة. فبنوجه لكم تحية وبنقول لكم خليكم على الموعد الأربعاء القادم بالحلقة ما قبل الأخيرة من حلقات شخصيات الكتاب المقدس. فإلى اللقاء والله معكم.